في نورمال ما نجم يكون إلا فرحان في إكسبرينس باراي مع فريق كبير برشا. نادي البنزرتي يظهر لي طموح أي مدرب معناتها باش يعمل أن باساج وتكون له تجربة معناتها في بنزرت ماهوش بورتيير تو الموند. دونك اليوم نعتبر جلال القادري وجوده على رأس النادي البنزرتي شرف كبير. نشكر الإدارة سي عبد السلام السعيداني اللي حتى في المفاوضات معناتها كانت الأمور سهلة برشا، دونك وصلنا لاتفاق معناتها في أسرع وقت خاطر الأهداف كانت واضحة. النيغوسياسيون معناتها كانت برشا ترونسبارونس فيها الحمد لله. اليوم جلال القادري والإطار الفني اللي معاه إن شاء الله نكونوا في مستوى الثقة هذه وبحول الله نقدموا الإضافة اللي جينا على خاطرها الفريق كما نادي بنزرتي. ديما في الكورة ثم دي سيكل، سي بي يمكن عملت اللي تروا كات برومي ماتش معناتها عملت فيهم دي ديفات، من بعد الأسعد والإطار الفني اللي معاه خدموا خدمة كبيرة. شفنا اللي نادي البنزرتي قدم مستوى معناتها فريمون معناتها خارق العادة، وصل باش حقق نتائج ان سيرتان مومون وصل في الكلاسمون هو كلاسي الاولاني. يعطيك فكره على القيمه الفنيه تاع الزاد البشري الموجود. ثم الناس الكل اجمعت لي تكنيسيان كل كون نادي البنزرتي يعتبر واحد من افضل فرق على مستوى الزاد البشري. ومن بعد صار ان شانجمون، وليد كيف خذا لو تران مارش كان موجود قام بعمل كبير. سي توتا في نورمال تصير بعض الهزات، النتائج ما تبعتش في وقت ما. اليوم سي بي يمكن اللي نسميه انا فيراج، حكايه السي بوان نحب ولا نكره معناتها وقت اللي يكون فريق كلاسي سانكيام وكان متفرهد وكان عنده اوبجيكتيف نتاع كوب، سي بوان في وقت حساس كيف من هكا باش يقلقوا شويه. الوضعيه اللي احنا فيها اليوم ما نقولوش صعيبه برشا، لكن لازمنا ناخذوها مع تبعين الاعتبار. سي بي ان شاء الله بالرجال اللي موجودين بالامكانيات بالقيمه الفنيه تاع الملاعبيه ان شاء الله نخرجوا من الوضعيه هذه في اسرع وقت، نرجعوا نسميها هنا المدار الصحيح نتاع السي بي. عندنا نوتر اوبجيكتيف اللي هو اليوم وني في الكارت فينال في الكوب، يبقى يظهر لي نادي البنزرتي من الفرق المختصه في المسابقه هذه، والطموح يعتبر مشروع ان شاء الله معناتها كل ايتاب نعطوها حقها. ركزوا توا كل ماتش وماتشوه، عندنا ماتش تريز امبورتون في اول جورني، نحاولوا باش نستغلوا تراف هذه باش نقدموا قيمه عمل وفيسع تصير لادابتاسيون ما بين الستاف تكنيك ومع المجموعه الموجوده، وبحول الله ما ثم كالخير. الاولاد مازالوا موجودين على ذمه الفريق، اللي حتى اللي نحن سافاتر معناتها تري فاسيل باش ندخلوا فيسع ما نجموش نستغنوا على ستاف تكنيك كامل. بالمناسبه هذه لازمني نشكر زميلي وليد بن ثابت اللي بكل صراحه معناتها قام بعمل كبير برشا، ان شاء الله ربي يوفقه. ان سيرتان مومون الناس الكل تعدينا بدي بيريود باراي معناتها وقت تشوف لي ريزولتا ماهمش ماشيين شويه، هو مشكور معناتها انسحب ويبقى نادي البنزرتي هو ناديه، وان شاء الله في اقرب فرصه نتقابل انا وياه معناتها حتى الباساسيون سي تريز امبورتون معناتها باش تصير بالطريقه هذه. يعطيني فكره ونحب نسمعه خاطر نعرف اللي عنده فكره كبيره على المجموعه هذه. دونك ثم من ستاف تكنيك الموجودين باش يكملوا معانا، نحاولوا نكملوا المسيره مع الستاف تكنيك اللي موجودين معايا انا. دونك اليوم سي بي حتى كان باش يكون ستاف تكنيك الارجي يظهر لي هذوما لي تراديسيون تاع جمعيه كبيره، وشخصيا نعتبر السي بي جمعيه كبيره، دونك عادي جدا باش يكون ستاف الارجي، وبكل ان شاء الله يكون في مصلحه النادي. والله الجمهور نعرفوا جمهور بنزرت معناتها ماهوش غريب عليه، من اقوى الجماهير اللي موجوده، عنده قاعده جماهيريه كبيره. من حق الجمهور معناتها في سيرتان مومون باش يكون متقلق شويه على ناديه وقت يشوف النتائج ما تبعش، لكن اكد لهم اللي لمستوا في الاداره الموجوده من لونتوراج الكل ثم انفيرونمون تري سان، عنده اوبجيكتيف واضح يحب يخرج من الوضعيه هذه. الناس الكل نشوف فيها تري موتيفي، احنا كستاف تكنيك نفس الشيء، شرف نعودها مره اخرى باش نكونوا موجودين في النادي البنزرتي. سي ان باساج تري امبورتون في الكاريير نتاع كل انترينور، دونك انا جو سوي كونسيون بالشيء هذا وموتيفي برشا باش نخدم. عندي دي زوبجيكتيف كبار مع نادي البنزرتي، اهم شيء كونه ننجحوا في المرحله الاولى هذه في الادابتاسيون في لي ماتش اللي جايين، وبحول الله ان شاء الله ما ثمك الخير. دونك نطلبوا من الجماهير الكل باش تساندنا باش تقف معنا، تقف مع جمعيتها، ويظهر لي هذا ماهوش غريب على جماهير نادي البنزرتي. كتب بالمكتوب اللي عاودنا رجعنا البنزرت، ديما فرحان برجوع البنزرت خاطر جمعيه كبيره وديما الواحد يحب يخدم جمعيات كبار، وان شاء الله كما ريتوا من الخير في السابق ان شاء الله تراوك الخير ان شاء الله في المره هذه. في كتيف تبارك الله عليه من احسن الفكتيف الموجودين في تونس،
ثم خدمة في وسط الفريق فهمتني. بالمناسبة نحيي زملائي اللي خدموا بليل الورغي وأحمد حداد اللي قاموا بعمل جيد فهمتني، وقبلهم بن مسعود فهمني كانوا ثم خدمة وتحس ليكيب ديما واقفة كيب بن زرت. أنا رجوعي مع سي جلال باش نربحوا برشا وقت فهمتني، وبنزرت كما قلت لك مش غريب عليا، حكيت مع بلال حكيت مع احمد فهمني، بلال خير الانسحاب عنده حاجه فهمتني ان شاء الله ربي يوفقه فيها، باش تتواصل الخدمه مع احمد وثم باساسيون ثم كل شيء وان شاء الله ما ثم كان الخير، نحن نتعاونوا وخيان فهمتني ما ثم حتى مشكل، وكما قلت لك معناها الكل هالمصلحه بنزرت وما نخدموا كل مصلحه بنزرت ان شاء الله.